المرونة الحضرية والمدن الذكية موضوع نقاش نظم بطنجة في إطار قمة ميدايز للاستثمار. وخلال المنتدى أكد المشاركون على أهمية تطوير حلول قادرة على مواجهة تحديات التلوث والماء والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة للمدن مع الحفاظ على خصائصها المميزة. بالمناسبة أكد رئيس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز أن الجهة تواجه تحديا ثلاثيا يتمثل في التلوث والإجهاد المائي والبطالة، الأمر الذي دعا إلى وضع برنامج تنموي جهوي يضع هذه التحديات في صلب اهتماماته، مضيفا أنه تم تخصيص استثمارات ضخمة فقط 11 مليار درهم لمكافحة الإجهاد المائي من خلال مراكز تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة. من جانبه أبرز رئيس وحدة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آرثر مينسات أن المدينة الذكية يجب أن تكون قادرة على جذب السكان والشركات واستقبالهم من دون تسبب في ازدحام اقتصادي واجتماعي. ومن جهته أشار بيير هنري دومونت نائب عمدة مدينة مارك الفرنسية إلى أن المدن الذكية أنشئت في الأصل لمواجهة تحديات تدبير النفايات والماء والنقل والحد من التفاوتات الاجتماعية. الدورة 16 لمنتدى ميدايز الدولي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتضم أزيد من 250 متحدث رفيع المستوى من بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع القرار السياسي وحائزون على جوائز نوبل ورؤساء شركات دولية كبرى وشخصيات مؤثرة أمام جمهور يفوق 6000 مشارك من أكثر من 100 دولة.